سناب الداخلية ينقل لكم جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديريتي الأمن العام والجوازات في تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق مبادرة عودة وبشكل استثنائي، والتي تمكن كل من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة والنهائي من السفر جوا لبلدانه. نحن هنا في جوازات مطار الملك خالد الدولي لتنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق مبادرة عودة للأشقاء المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية والراغبين في المغادرة إلى بلدانهم. المديرية العامة للجوازات قامت بتدشين هذه المنصة، منصة عودة، على منصة أبشر الرئيسية للمسجلين على أبشر والذين لم يتم تسجيلهم مسبقا، بحيث يحق للجميع الاستفادة من هذه الخدمة من خلال تسجيل البيانات ورقم الهاتف وتحديد مطار المغادرة وأيضا منطقة الوصول في بلده هناك. بعد ذلك تأتي رسالة نصية على رقم الهاتف يقوم خلاله بالتواصل مع هيئة عامة للطيران المدني لشراء التذكرة، وبعد ذلك المغادرة إلى بلده بأمان وسلام إن شاء الله. هذه الرحلة قادمة من محافظة جدة وتحط في الرياض وتنتقل من الرياض إلى مانيلا إن شاء الله، على متنها أكثر من 200 مقيم من الجنسية الفلبينية. Saudi government, they thank you very much. Thank you for all Saudis in this country.